أقيمت في كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس صلاة موحدة لجميع أبناء الطوائف المسيحية في الأردن ودول الجوار. تقام هذه الصلاة في الشهر الأول من كل سنة ابتداء من يوم 18 إلى يوم 25 من هذا الشهر. نحن كل عام نجتمع للصلاة من أجل وحدة المسيحيين من 18 إلى 25 كانون الثاني. فالصلاة السنة هاي مكرسة من أجل أمنياتنا، بنرفعها من أجل السلام في العالم، من أجل رفع المعاناة والألم اللي بيحيط بلادنا المجاورة وخاصة في سوريا والعراق، واليوم كما سمعنا في لبنان كمان الانفجارات. أكيد أنه هالصلاة ما هي تماما نقيمها بالأردن، لكن أكيد الصلاة مو بالعالم كله، وخص بشكل خاص أنه مناطقنا اللي بالعراق، اللي في سوريا، اللي في مصر، كل البلاد المضطربة، صلي من أجل السلام، من أجل الوحدة بهالمناطق. ابتهل الحاضرون إلى الله أن يعم السلام والأمانة في دولنا العربية، حيث شارك أبناء الجالية العراقية المقيمين في الأردن بهذه الصلاة، وطلبوا من الله أن يعم السلام والخير ربوع العراق ليرجعوا إلى ديارهم ويمارسوا صلاتهم في بلدهم. هذا اليوم يذكرنا أنه كنيسة الموصل جمعاء كانت تجتمع مع جميع الطوائف وتنظم هذا الأسبوع تنظيما جيدا، بحيث كل يوم من أيام هذا الأسبوع كنا نذهب إلى إحدى الكنائس جميعنا، الكاثوليك والأرثوذكس والأرمن والجميع، وكنا نصلي لأجل الوحدة. اجتمع إخواننا المسيحيون من كل الطوائف حاملين معهم أغصان الزيتون ليتضرعوا إلى الله تعالى أن يعم السلام في أرجاء المنطقة العربية وخصوصا في العراق وسوريا. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.